من الشق السياسي والاقتصادي إلى الشق الصحي والإنساني، فبعد ما وزعت شركة طيران الشرق الأوسط جدول لرحلات المرحلة الثانية من إجلاء المغتربين التي يفترض أن تنظمها الحكومة بين 27 نيسان الجاري و7 أيار المقبل عبر الميدل إيست، إلا أنه لا يزال عدد كبير من اللبنانيين والطلاب موجودين بمختلف دول العالم، فكيف يمكن وصف وضع هؤلاء الطلاب وشو المشاكل يلي عم بيواجهوها؟ من هالواقع بدأت خلية الدعم النفسي بفرنسا توسع عملها لمساعدة الطلاب اللبنانيين بفرنسا على مواجهة هالظرف الاستثنائي. ولتفاصيل أكثر تنضم إلينا يارا بصيبس، اختصاصية بعلم النفس ومؤسسة خلية الدعم النفسي للطلاب اللبنانيين في فرنسا يلي أنشئت استثنائيا جراء أزمة وباء كورونا. مساء الخير يارا وأهلا وسهلا فيك. بداية، ما هي الإجراءات يلي تم اتخاذها من قبل خلية الدعم النفسي للطلاب اللبنانيين بفرنسا وشو الهدف من إنشاء هالخلية؟ مساء الخير باميلا. إنشاء وحدة الدعم النفسي المؤقتة انخلقت وانشئت للطلاب والفريق الطبي اللبنانيين العايشين بفرنسا، وهي مؤسسة من عدة اختصاصيين بعلم النفس العيادة المعترف فيهم من قبل وكالة الصحة الإقليمية بفرنسا وبيلتزموا بالسرية المهنية. هدف هيدي الخلية هي خلق مساحة للتعبير للطلاب من خلال جلسات هاتفية من رقم سري، وهيدا ونحن يعني الخلية هي ما عم تعمل علاج نفسي، عم تعمل دعم نفسي تيعبروا الطلاب بلغتهم الأم ووضعهم الحالي بفرنسا. ونحن عم نتعاون مع النقابة الوطنية لعلماء النفس والاتحاد الفرنسي لعلماء النفس وعلم النفس لضمان احترام أخلاقيات المهنة تبعنا. أكيد عم نتعاون كمان مع السفارة اللبنانية بفرنسا والبيت اللبناني للمدينة الجامعية بباريس اللي عم بيساعدونا تنقدر نحكي عن هيدي الخلية للطلاب اللبنانية بفرنسا. نعم يارا، تحديدا شو هي الصعوبات النفسية يلي عم بيواجهوها الطلاب اللبنانيين بفرنسا يلي بعد ما سمحت لهم الفرصة بالعودة إلى لبنان؟ الصعوبات اللي عم بيواجهوها أكيد بتختلف من كل طالب للتاني. في طلاب عم بيعيشوا الحجر المنزلي أهين من غيرهم، في عالم عم بتحس حالة ضايعة بين أنه ترجع على لبنان أو تبقى بفرنسا خوفا من أنه تنقل فيروس الكورونا لأهلها وتضيع سنتها الدراسية، وكذلك البعض الآخر عم بيحس بصعوبة أكثر من غيره بالتأقلم لأنه بعدهم واصلين من لبنان، يعني صار لهم كم شهر هن بفرنسا وبعد ما تخطوا التكيف بالمجتمع هون، فكمان عندهم التكيف بالحجر المنزلي وهذا بيشكل ازدواجية بالتكيف وبيزيد الصعوبة بالتكيف، فهن عم بيحسوا أكيد بغضب بخوف بقلق، عم بيأثر هيدا الشيء على تركيزهم على نوم على الشهية على النسيان على الكوابيس وعلى الأفكار السلبية المعقول تراودهم، وأكيد عم بيحسوا أنه هن بحاجة لاحتياجات الأساسية تبعهم مثل دفع القسط الأكل دفع السكن، وخصوصا الأزمة الاقتصادية بلبنان كمان عم بتساعد هيدا الطلاب تيعيشوا الأشياء بطريقة أسهل من غيرهم. فالدعم النفسي عم بيساعدهم أنه نقدر نسمعهم بطريقة من دون قيد أو شرط، وعم بخفف هيدا الشيء من شعورهم بالوحدة والعزلة بعيد عن أهلهم وأرضهم وعيالهم. نعم يارا، كيف يمكن لهالطلاب أو الراغبين يتواصلوا معكم؟ اوكي، نحن خلقنا منصة على الإنترنت فيهم يفوتوا عليها، هي سلول سوتيان بسي بوان أورغ، فيهم يفوتوا عليها، رح ارجع عيد سلول سوتيان بسي بوان اورغ، جوا في كل التفاصيل في الاختصاصات تبع كل الاشخاص اللي عم بينسقوا معنا. وبرجع بذكر انه كمان نحن عم نتعاون مع غير اختصاصيين مثل المعالجين النفسيين، اطباء نفسيه، علماء اجتماع، ما عم نشتغل لحالنا.
فوالا فيهم يفوتوا يعملوا الطلب ونحن بنرد عليهم باسرع وقت، واكيد هيدا الشيء كمان مفتوح للطلاب اكيد اللي بيحكوا اللغه العربيه مش بس للبنانيه، بس نحن حبينا ندعم اللبنانيه بما انه الفريق لبناني، بس اكيد هيدا الشيء مفتوح نعم كمان للعالم اللي بحاجه انه نساعدهم وبحاجه لهيدا الدعم النفسي. بحب اختم نعم بجمله اذا بتسمحي لي، تفضلي. انه التركيز مهم بهيدي الفتره، نركز على مواردنا وطاقاتنا الايجابيه ويكون عندنا الشجاعه نطلب الدعم النفسي، ونتذكر انه نحن لو بالحجر المنزلي بس الباب مفتوح، يعني رح نقدر نظهر نجيب حاجاتنا الاساسيه، وهيدا الشيء مهم وهيدا الشيء مؤقت، يعني هيدي نعم فتره مؤقته رح تقطع ان الله رد. إن شاء الله. شكرا لك يا رب صيبس على هالمداخلة من فرنسا، اختصاصية بعلم النفس.